يبحث إيهاب عبد الرحمن لاعب المنتخب الوطني الأول لألعاب القوى ونجم النادي الأهلي يبحث عن رفع الإيقاف عنه في محاولة للحاق بالبطولات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. إيهاب مواليد محافظة الشرقية في الأول من مايو عام 1989، أي أنه يبلغ من العمر 30 عاما. هو صاحب فضيات بطولة العالم لرمي الرمح عام 2015 بعدما استطاع أن يحقق رقما قدره 88.99 متر ليحقق الميدالية العالمية الأولى لمصر في تاريخ بطولات العالم بألعاب القوى. لديه الكثير من التحديات والعقبات التي يسعى لتخطيها خلال الفترة المقبلة، لا سيما بعد إيقافه من قبل المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات نادو في إبريل 2016 في واقعة اهتز لها الشارع المصري، حيث أن إيهاب كان أحد أبرز المرشحين وبقوة لحصد ميدالية أولمبية في ريو دي جانيرو، لكن جاءت الرياح بما لا تريده سفن إيهاب عبد الرحمن. البوب كما يحلو لأصدقائه أن يلقبوه، قدم الكثير لألعاب القوى المصرية حيث توج بالعديد من الميداليات على كافة الأصعدة، سواء بطولات إفريقية أو عربية أو فرنكوفونية أو بطولات للبحر المتوسط أو حتى بطولات عالم. يأمل إيهاب عبد الرحمن من مسؤول الرياضة المصرية التدخل لحل أزمة إيقافه ومخاطبة المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات وادا والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات نادو من أجل رفع الإيقاف عنه واتخاذ الخطوات الرسمية الصحيحة لرفع الإيقاف والعودة لممارسة اللعبة. كانت المنظمة الدولية للمنشطات قد اتخذت قرارا بإيقاف إيهاب عبد الرحمن 4 سنوات بداية من إبريل 2016. عشرين سبعة عشرين ستاشر كابتن إيهاب عبد الرحمن اتوقف بنشاطات من الآخر، نجم كبير، بطل عالم، بطل أفريقيا، بطل عرب، محقق رقم واحد في الأرقام في مصر وأفريقيا والعالم كمان رقم كبير، 89 متر ما شاء الله عليه، هيكسر حاجز 90. خلاص أبطال قليلين اللي كسروا حاجز 90 في المستويات في مستوى الرمح، لكن هو نجم كبير ودلوقتي بقاله يتمرن 3 سنين وكل بيطلبه إنه يلعب الأولمبياد الجاية. خلينا نعرف الاسرار مع كابتن ايهاب عبد الرحمن نجمنا الكبير ونجم النادي الاهلي. كابتن ايهاب منورنا، ربنا يخليك يا كابتن خالد، ربنا يخليك يا رب. في 2016 حصلت مشاكل كتيره وتوقف فيها كابتن ايهاب عبد الرحمن، عايزك ترجع بالتاريخ سريعا لورا. اتوقفنا في 2007، كنا قدامنا يومين ونخش على الاولمبياد على طول. بالظبط، انا توقفت يوم حد قبل السفر بما فيش، يعني يومين ثلاثه بالظبط حاجه كده. عرفت الخبر الساعه 1:30 الظهر بالظبط يعني. الحمد لله برضه على اي حاجه. طبعا انا كنت رايح هناك كنت مؤهل ان انا اعمل اول ان شاء الله هناك، كنت اول اولمبياد، اول، وكنت كسبان الدوري الماسي. كنت ماشي يعتبر مصنف اول في الدوري الماسي عندنا، وكنت كسبان كل حاجه كنت بلعبها الحمد لله. بس ربنا ما ارادش، فالحمد لله يعني. حصل الموضوع ده، قدمت استئناف في المحكمه في البطوله هناك. الاتحاد الدولي قال ان هو ما ينفع، المحكمه خاطبت الاتحاد على اساس ان هو في امكانيه اروح العب لعند ما اشوف هفتح عينه بيه او يمكن ممكن ما اطلعش مودان فيبقى حرام يعني. فالاتحاد الدولي قال ان انا مصنف اول على العالم والمفروض ان انا من ضمن الناس اللي مؤهله ان اجيب ميداليه الذهب، فوجودي في البطوله هيأثر سلبي على ابطال كتير، فبناء عليه هو بينصح ان انا ما اشاركش، فبناء عليه ما شاركتش فيها خالص. بعد كده رحت فتحت عينه بيه، رحت بدات احاول ان انا اجري ان انا اشوف ايه اللي حصل، والحمد لله ربنا ما اردش وما حد يعني ما اعرفش. بس خلينا نخرج الموضوع لان ده موضوع اكيد هيضايقك، لكن طبعا خليني اخرج الموضوع بنتيجه ايجابيه. تمام. المكملات اللي انت اخذتها عن طريق دكتور، اخذتها عن طريق ايا كان، عايزك تقول الابطال والنجومنا في الالعاب الفرديه بالذات موضوع المكملات ده بلاش ناخده، او ايه النصيحه اللي تقدمها لهم بصراحه شديده؟ انا بصراحه كل اللي اقدر اقوله لكل اللعيبه اللي بتلعب معانا العاب قوه او اي لعبه اي لعبه حتى في الدنيا كلها، قبل ما ياخد حاجه يتاكد. مش يتاكد من اللي مكتوب على العلبه، عشان العلبه طبعا مش بيبقى مكتوب ايه اللي جوه زي ما حصل معايا يعني. بالظبط. ف
فالفكرة كلها يعني قبل أي حاجة نرجع للناس المختصة اللي هو النادي المصري دكتور أسامة والمنظمة ذات نفسها، يروح يسأل هو هيقول له إذا كان ده كويس أو إذا كان ده وحش. فهي دي الحاجة الوحيدة اللي أنا ممكن يعني أطلبها من اللعيبة كلها، إنما لو اللعيبة بتاخد بتشتري من الصيدلية بتشتري من هنا ده برضو مش أمان، برضو مش أمان بالنسبة لك بالظبط. هو لازم اسأل الأول قبل ما تاخد حاجة، أعرف الحاجة دي إيه الأول. لسه كان عندنا مشكلة قريب برضو في رفع الأثقاف، حاجة يعني برضو مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة جدا، مشكلة كبيرة. خلينا نسيب المشاكل تمام، وخلينا نبص الناحية الإيجابية. وإيهاب عبد الرحمن بيتمرن بقاله 3 سنين ونص فعلا. أنا من أول يوم توقفت فيه من يوم 20/7 بعد كده لما عرفت ان في محكمه قلت انا هقدم في المحكمه دي، فلازم افضل اتمرن عشان احافظ على مستواي. فضلت اتمرن لعند ما حصلش نصيب، برضو كملت تمرين بسبب ان انا رحت المحكمه وقلت ان شاء الله لما المحكمه تطلع اكيد يعني هتقف في صف او تنصفني. برضو فضلت اتمرن عشان خاطر لما ارجع ابقى جاهز. وفجاه الحمد لله الايام كلها بتجري وانا بتمرن وبتجري وانا بتمرن. بس انا استفدت ان انا عملت خطه طويله، ان انا مشيت على الخطه دي 3 سنين بتمرنهم عشان خاطر السنه دي اقدر اتاهل بسهوله جدا في شهر 4 واعمل الرقم التأهيلي، وده يعني ده رقم مش صعب. فالحمد لله رب فضلت شغال وديني شغال عليه الحمد لله، وقعدت بقى استفيد بقى علميا وحاجات تانية كتير حوالين 3 سنين دول يعني. ما شاء الله استفدت علميا يعني. عملت ماجستير ما شاء الله، ودلوقتي ماشي في الدكتوراه، وبدأت اخد بالي من حياتي شويه، بدأت ان انا حياتي العائليه شويه اقعد مع اهلي شويه. انا كنت الاول ما بقعدش مع اهلي خالص، كنت على طول مسافر على طول معسكرات. كنت بتشوفنا في النادي من 4 لـ12 في التمرين، وخطبت ويعني الحمد لله رب بدات اللي هو ايه اعمل زي توازن الحياة. بدات اعمل توازن مع التمرين بقى. يعني تمرين دراسه حياه عاليه كل ده. لازم اقول حاجه مهمه جدا، وانا شغال في النادي الاهلي كان كابتن ايهاب عبد الرحمن، دي حقيقه من 4 لـ12 بالليل انا وانا ماشي اقول له سلام يا كابتن ايهاب، كابتن ايهاب قاعد لغايه 12 واحده بالليل كمان عادي. هو عايز يبقى بطل، بس البطوله اللي هو بيعملها انا شايف ان هو كان عنده جلد وصبر وتحدي وحاجات كتيرة جدا جدا في الثلاث سنين اللي فاتوا دول. التارجت اللي عنده ان هو يلعب بعد 3 سنين ده تارجت صعب جدا في الرياضة. كابتن ايهاب بجد عايزك تقول لي تارجت 3 سنين ازاي؟ الموضوع صعب. انا النهارده بتارجت ماتش وبتارجت بطولة، انت بتارجت 3 سنين بدون بطولة. ما انا اقول لك بامانة، هو ربنا كرمني بان هو بعت لي ناس تقف جنبي وتساعدني، يعني صحابي. خش بقى. اهلي مين بقى عايز انا اقول لحضرتك اهو بالظبط. والله يعني صحابي واهلي والناس دي كلها كانت حواليا، والنادي الاهلي مجلس اداره النادي الاهلي ما ينفعش ما اتكلمش على مجلس اداره النادي الاهلي بصراحه. كلهم بصراحه بلا استثناء كل الناس كانت بتشجعني، وكل الناس قاعده يعني مستنيه ان انا العب وعايزاني العب مش عايزاني اياس. العميد محمد مرجان تعرفت عليه عن قرب في الفتره اللي فاتت دي، بصراحه يعني شخصيه اكتر من محترمه. الراجل دايما بيدعم وبيدفع الامام ودايما بيساعدني، مفيش مره رحت له ما يعني ما ساعدنيش. حسيتش سوري يعني ما حسيتش الباب اتقفل؟ لا مش كده، بس انا هو بالذات لسبب ان هو انا في الفتره دي في بواب كتير اتقفلت في وشي. عشان ابقى صريح مع حضرتك كويس. تمام، الا ابواب معينه يعني ومنهم العميد محمد مرجان بالظبط والوزير واللجنه الناس دي، بس في ابواب ثانيه انا ما كنتش متخيلها. فالفتره دي بينت ناس كتير بالنسبه لي، ممكن بره الوسط بالنسبه لي اكتر يعني بالنسبه لي بره الوسط. عايزك توجه لهم كلمه النهارده، وانا عارف ان انت قوي ما شاء الله عليك، عايزك تقول لهم ايه اللي قفل الباب النهارده بكره هيفتحه تاني لما كابتن ايهاب يخش في الصوره ويطلع تاني في الاجواء ويطلع تاني يبقى بطل العالم. بصراحه انا اكتر حاجه ولا انت هتقفل الباب؟ لا انا اقول لحضرتك انا اكتر حاجه مبسوط منها اللي الناس اللي قفلت الباب دي بره مجال الرياضه، يعني بره الوزير بره اللجنه الاولمبيه بره الاتحاد بره النادي الاهلي. بس الناس انا كنت متعشم فيهم شويه. بس انا بقول ان شاء الله يا رب انا هرجع احسن من الاول، وانا بابي هيبقى مفتوح لكل الناس ان شاء الله. عشان ابقى على الاقل عند حسن ظن الناس اللي وقفت جنبي وساعدتني. الناس دي يعني ما كلوش لحظه ان هم يدعموني ان ارجع زي الاول، لدرجه ان هم خلوني في النادي الاهلي هنا. يعني انا كلمه والله بقولها مش عشان في النادي الاهلي لعيب او في القناه، انا بقول الحقيقه. هو ده النادي الاهلي. انا حابب اكتر حاجه انا حاببها ان ارجع البس تيشيرت النادي الاهلي في ماتش للنادي الاهلي. انا طول عمري كنت بحب ان انزل بطوله الجمهوريه هنا وهنا، بس فعلا يعني الدعم اللامحدود ده من اعضاء مجلس اداره ومن عميد مرجان لا انا عايز فعلا ارجع العب للنادي الاهلي تاني من الاول. عشان كده انا مون عين ان انا اتاهل للاولمبياد في بطوله تبع النادي الاهلي، بطوله الجمهوريه، بطوله حاجه بتيشيرت النادي الاهلي، فاتاهل للاولمبياد فيها. دي اكتر حاجه انا بحلم بيها. واحنا بنحلم معاك ان شاء الله ان انت ان شاء الله تكون في المرحله اللي جايه باذن الله في حته مختلفه تماما، واكيد
هو ده دور النادي الاهلي. دور النادي الاهلي يا جماعه ما بينساش ولاده، مستحيل. كابتن ايهاب عبد الرحمن نجم كبير، ربنا عاجبني جدا كلامه، بيتكلم من قلبه ومن احساسه ان هو جوه النادي الاهلي وكله بيعمل سبورت ليه. هو ده النادي الاهلي، وهيفضل النادي الاهلي دايما مهتم بكل ولاده. تحديات كتيره عندك، لكن شهر 4 المفروض ان احنا دلوقتي شغالين في رفع الايقاف بالظبط، لكن شهر 4 يجي عليك لازم تكون الايقاف اترفع ان شاء الله. ليه؟ عشان يبقى عندي فتره طويله ان اتاهل. وكمان انا في شهر 4، انا عيني متاخده مني في شهر 4 2016 كويس، وطلعت النتيجه في 20/7، في حوالي فرق 100 يوم كويس. ال 100 يوم دول انا ماليش ذنب فيهم خالص، ان انا اتوقف دي معامل بالظبط، ده اتاخر. المفروض ان انا اتوقف من يوم اخذ العينه اللي هو يوم 16/4، لما توقف 4 سنين من 16/4 المفروض، من 16/4 هو حصل مشكله، فانا توقفت من اول من اول شهر 7. المفروض ان انا دلوقتي المفروض ان انا ارجع لشهر 4، فانا تعقبت اوريدي على 3 شهور انا ماليش اي علاقه بيهم. يعني فانا بحاول على قد ما انا قادر ان انا يعني ارجع في الوقت ده، او على الاقل ما تعقبش مرتين على الاقل. انت قصدك ان انت كده واخد 4 سنين و3 شهور كده المفروض، بسبب ان انا كان عندي بطولات دوري ماسي وماتشات كده، حاجات كتيره وفي مكافئات وفي نتائج، هم لغوا النتائج دي ولغوا المكافئات دي، فبناء عليه المفروض ترجعني بقى. هو المفروض اعتقد ان الايقاف من بدايه الواقع، يعني بالظبط اخذ العينه زي ما انت قلت كده، ده المفروض يقوم قافل على طول 4 سنين بالظبط. هم لا، هم حسبوا لي ال 100 يوم، حسبوا لك ال 100 يوم بالزياده يعني هو المفروض يخلص على 20/7، المفروض اخلص 20/7. لو قررت طلع كده يبقى انت بره الاولمبيات الجايه، يبقى انا الديدلاين هيتقفل قبل ما ارجع بحوالي 10 ايام حاجه كده، 10 ايام 15 يوم حاجه كده. فانت محتاج اللي انت بالظبط شهر 4، شهر 4 عشان ابقى انا على الاقل يعني عندي 3 شهور، 3 شهور انا كده كده ابقى بتمرن فيه، العب فيها ماتشات زي ما انا عايز، بسبب ان انا اتاهل، وبعد كده ابدا اعمل اعداد للاولمبيات اللي هو باحتكاكات خارجيه بدور ماسي بحاجات زي كده. المرحله اللي فاتت سافرت بره مصر ولا كان كل اعدادك داخل مصر؟ والله انا سافرت مرتين تقريبا، بس على حساب انا عشان ما ينفعش حد يصرف عليا، عشان حضرتك عارف القانون يعني طبعا. سافرت بحاول على قد ما قادر ان اعمل اي حاجه ان انا احافظ على المستوى اللي انا فيه، اللي انا وصلت له، عشان ما ينفعش ابقى وصلت المستوى ده وارجع تاني. فكان لازم على قد ما انا قادر ان لازم اضحي شويه، فالحمد لله رب بحاول ان انا اكمل وان انا افضل متابع يعني. ايهاب بصراحه شديده، جمهور النادي الاهلي كان ليه عامل معاك طبعا، طبعا مؤثر وقوي في اللي هو على السوشيال ميديا، حسيت ان هو ايهاب عبد الرحمن ابنهم، وهو ده حلاوه جمهور النادي الاهلي. هقول لحضرتك، انا يمكن سبب من الاسباب اللي خلاني اتمرن، وسبب من الاسباب اللي خلاني ما احسش بال3 سنين او بال4 سنين اللي بيعدوا دول، ان الناس دي كلها واقفه في ظهري، ان الناس دي كلها قليل اللي قال كلمه وحشه، والباقي كله كانت هي اللي الناس هي اللي بترد مش انا اللي برد. فده كان في حد ذاته حاجه مخلياني مرتاح. يعني مش يعني الناس حاسه ان انا مش قاصد، يعني لو كان في غلط الناس حاسه ان انا مش قاصد ان انا اعمل الغلط ده، فده كان في حد ذاته ان الناس متعاطفه والناس فعلا عارفه ان ايهاب عبد الرحمن ما يعملش كده، فكان ده بالنسبه لي حاجه دافع قوي ان انا لما ارجع لازم اكون عند حسن ظنهم. خلينا نسيب بقى الاحزان شويه. تمام. ايهاب وصلت لمرحله 89 متر تمام، وكسرت حاجز 90 اعتقد في بعض البطولات. لا انا في 90 ما كسرتهاش خالص غير في التمرين بتاع كده بالظبط، التدريبات. مفيش لعيب في مصر دخل في 89، اقل اكتر حاجه 77 متر، فرق 12 متر. كان الرقم المصري كان 77 قبل ما نكسره. دلوقتي ايهاب عبد الرحمن هو بيتمرن على كم متر؟ دلوقتي بسبب احنا عندنا الاعداد بيتقسم فترات اعداد عام اعداد خاص حاجات زي كده، انا دلوقتي في فتره اللي هو في 75 ل 80، من 75 ل 80. من 75 ل 80. هو 75 ل 80 ارقام كبيره جدا، وزي ما احنا شايفين قدامنا كابتن ايهاب وهو بيرمي الرميه دي بتقول لها روحي، يعني بتعمل ايه بالظبط يا كابتن ايهاب بصراحه؟ والله حضرتك هو انا بس في الرمح بالذات، هو بص يعني بتزعق للرمح ولا بتعمل ايه؟ لا طبعا طبعا، ده هو في يعني زي مش عارف، بس هو الواحد بحس ان انا اتفصلت عن الدنيا كلها. كل اللي فيها ان انا بس كل اللي انا عايزه ان انا ارمي ابعد حاجه احسن حاجه. بس يعني طب قول لي حاجه مهمه جدا، عايز بس تقول لي بس عشان اعرف حاجه، هو الكيرف اللي انت بتطلع الرمح في ستريت لاين ولا الكيرف لازم يعلى عشان ينزل ابعد؟ هو هي فكرته زي الطياره بالظبط بالظبط،
يعني اللي هو بيبدا يطلع بالسن بعد كده يبدا يمشي يتعدل بعد كده يبدا ينزل تاني. يعني وانت بترمي التكنيك بتاعك بترميها لاعلى؟ لا مش اعلى، هي زاويه معينه. زاويه معينه المفروض من 30 ل 36. انا قبل كده ايام زاويه بالزاويه، ايام ما كنت انا في بطوله العالم ولما عملت اول عالم عملت ثاني عالم واول كاس عالم قارات وال 89 كانت زاويتي 29. وده كان المفروض توصل ل 36. انا جيت 2016 اشتغلت على الحته دي كتير جدا لدرجه ان انا الحمد لله ربنا كرمني وعملت ارقام في فتره الاعداد كانت بالنسبه لي ان هي كفيله جدا ان انا انزل اكسب بالارقام دي. فاشتغلت عليها كويس جدا ولقيت ان هي بتفرق فعلا يعني. حتى انا دلوقتي شغال على الحاجات دي دلوقتي قوي. كابتن ايهاب، من وجهه نظرك اكيد بتتفرج وعارف مين الابطال والمتنافسين لان انت حاجه بتبص لبعيد شويه. تمام. بس الثلاث سنين، لكن النهارده اكيد بتبص في زاويه ضيقه جدا، اقل من سنه وهتلعب ابطال ان شاء الله باذن الله في فاك وتقدر تلعب ابطال عالم. شايفهم كابتن ايهاب عبد الرحمن فين في وسط ابطال العالم دلوقتي؟ انا كل اقدر اقول لحضرتك ان السنه دي كان في بطوله عالم. كان في بطوله عالم خلصانه 86 متر. فتخيل حضرتك خلصانه 86 86 متر، بطوله العالم 86 متر، في حين ان الاولمبياد بتبقى اضعف من بطولات العالم دايما. ليه؟ انا اعرف ان الاولمبياد هي اقوى محفل عالمي. هي اقوى عالمي. هي اقوى كبطوله. انما كارقام اللعيبه كلها بتبقى رايحه قلقانه اربع سنين، ما بتتعملش غير كل اربع سنين. فطبعا مش بيبقى كل واحد يعني كل واحد بيبقى قلقان عايز يكسب، فاوقات فدايما بتيجي بالسلب على اللعيبه عكس بطوله العالم. بطوله العالم انت كل سنتين، فكل اللعيبه يعني لو خبط لو وقعت في دي لسه اللي جايه بعدين. مين من ابطال العالم كلم كابتن ايهاب او بيسبورت معايا الموضوع بعد ما حصل الكلام ده؟ لا انا في اللي هو فنلندي، بطل العالم الفنلندي تيروبيت كاماكي. بطل العالم اللي انا كنت لعبت معاه الكيني يولي سيجو. تيشيكي فيتسلافيسلي، ناس كتيره جدا يعني بيسبورتوا جدا وبيكلموك عادي خالص. بالظبط، لدرجه حتى في واحد فنلندي اسمه انتي برضه بطل العالم الاولمبي برضه. الناس دي كلها لدرجه ان لما كان في تصريحات الناس كلها كانت تقول لا هو ايهاب مش محتاج ان هو ياخد هرمون تستوستيرون، مش محتاج ان هو ياخد حاجه، هو عنده ما يكفي من الموهبه ان هو يرمي بسبب الناس دي. موهوب الحمد لله. الحمد لله كل الخبراء قالوا عليك انت موهوب مش مصنوع. في فرق ان انا اتصنع في الرياضه وفرق ان انا موهوب في الرياضه. الحمد لله. اشمعنى الرمح؟ هي جت صدفه بصراحه. عشان تعالى بقى نرجع لورا لو انت. لا هي بصراحه انا كان الموضوع بالنسبه لي درجات تفوق رياضي مش اكتر. كان درجات تفوق رياضي يعني الموضوع ما كانش احتراف خالص لعند ما يمكن لدرجه ان انا ما جبت اول الجمهوريه مدارس وقالوا لي خلاص انت خدت الدرجات، انا قلت اروح بيتنا و... يلا روح. خلاص بقى انا ما عرفتش اصلا، ما كنتش عارف ان هي ايه اللعبه دي اصلا خالص. احنا نعرف كوره وخلاص. مظبوط. فجي وقتها كابتن محمد نجيب مدربي اول مره كان يروح بطوله مدارس فشافني هناك، وكانت اخر مره كمان فشافني وقال لي قال لي طب تعالى، قلت له ماشي. فكان وقتها كان جالي عرض من كذا نادي. فانا ما كنتش فاهم، فبالنسبه لي حتى لو رحت اي نادي انا مش هتمرن. فجيت قالوا لي خلصت التارجت. بالظبط. فهم جم قالوا لي ده الاهلي عايزك. قلت لهم الاهلي عايزني؟ قالوا قلت لهم لا انا اروح الاهلي بقى. يا جماعه قالوا لي ده حتى ما ده بتيشيرت احمر يبقى ماشيين. بالظبط، ده العيله كلها وبتاع، انا هروح الاهلي، العيله كلها اهلاويه فما ينفعش. ده هناك انت هناك تاخد ومش تاخد. قلت لهم ولا اخد ولا مش اخد، انا خليني في النادي الاهلي. حتى انا جيت النادي وكده، بعدها بقى جيت لكابتن محمد. بصراحه كابتن محمد من اول يوم شافني قال لي انت هتبقى بطل عالم. كابتن محمد نجيب. كابتن محمد نجيب. بس اتمرس طبعا في الاول ما كنتش مصدق بامانه عشان مش هبقى كذاب يعني. اذا كنت انت بتقول لي الاول كنت عايز تاخد درجات ما كنتش عايز تلعب، بعد كده خلوك تلعب وبعد كده لا كمل. لدرجه ان انا ما بداتش اخد الموضوع جد الا في 2007. انا بادئ 2006. فروحت 2006 بدات مرة مع كابتن محمد نجيب من بعد امتحانات السنه في شهر 6 او 7. كملت لعند 2007، لعند اخر 2007 بدات اخد الموضوع جد بقى. في 2007 لقيت نفسي بعد سنتين. بالظبط، لقيت نفسي بكسب وانا تحت 18، بكسب 20 سنه، بكسب الدرجه الاولى. الله، بجد بقى. بجد بقى. والموضوع بعد كده ربنا كرمني وقابلت الاستاذ اشرف بكير في 2007. طبعا. كرئيس الاتحاد، كان في دوره الالعاب. قال لي انت كويس وانت لازم وتتمرن وانت وانت وانت. فقلت لا طب انا اجرب، فبدات اتمرن كويس. يا ابني لغايه اللحظه دي ما كنتش متخيل انت تقف جنب ابطال العالم ونجوم العالم. خالص ما يعني ما اعتقدتهاش خالص. مش مستوعب الامور. لا لا لا، انا اللي عندي يمكن البطوله لما عملت تاني يعني انا لما عملت كاس عالم، عملت اول كاس عالم قلت اهو كاس عالم يعني مش بطوله عالم قوي يعني برضو. بس يعني ماشي.
هم احنا 8 لعيبه او 10 لعيبه، فالموضوع حلو يعني. احسن 10 لعيبه في العالم، بس الموضوع حلو كويس. لما جيت ده رحت بطوله العالم وتصفيات ونهائي وضغط وجمهور ودنيا، لا انا روحت نمت ما قدرتش بالدنيا، ما فهمتش حاجه، بقيت ماشي فعلا حرفيا ماشي بضحك وانا مش فاهم حاجه والله بجد، اللي هو انت كسبان بجد، طب مبروك. بعد كده بقى بقيت اصحى كل شويه ابص على الميداليه، هي جنبي ولا هنا جنبي والله العظيم. حسيت لما كسبت بطوله العالم وجيت مصر تاني بقى فضيه كده، الاستقبال بقى بصراحه كان ده اللي حسيت ساعتها بقى بالموضوع. حسيت بقى ان انا فعلا، لا ده انا رياضي، طلعت بطل بقى ونجم كبير. لا رياضي فعلا، وان فعلا الناس متابعه والناس شايفه. انا قلت بقى اروح اجي زي ما فيش حد هيعرف حاجه فعلا. قلت طبعا اروح واجي، ما حد عارف مين بيلعب العاب قوه ولا مين بيلعب جودو ولا الحاجات دي. قلت هي خليه احنا العاب فرديه، فطبعا مدري. بعد كده جيت فوجئت بان الجو كان حلو جدا بصراحه. اعتقد ان الموضوع اختلف دلوقتي، الموضوع اختلف جدا. طب قول لي بس، عايز اخد منك كواليس. تمام. العاب الفرديه زي ما انت كنت قلت، ولا حد عارف جودو ولا حد عارف. لما بتقعدوا في المركز الاولمبي كده مع بعض وبتقولوا ايه اللي بيبقى جواكوا؟ عايزين قبليها طبعا، مش دلوقتي اكيد كل مصر عارفه مين ايهاب عبد الرحمن، لكن كواليس الموضوع زمان وانتوا ابطال عالم بس الناس مش حاسه بيكم. طيب انا اقول لحضرتك بامانه، مفيش لعيب بيلعب لعبه فرديه الا ما مركز ان هو نفسه يعمل حاجه كويسه للبلد دي. عشان ابقى صريح مع حضرتك، لو رحت المركز الاولمبي هتلاقي اللعيبه ما بتتجمعش غير على الاكل، وبقيه الوقت يا في التمرين يا بتتجمع في ملعب او صاله. كل اللعيبه تمرين تمرين تمرين. احنا ما بنفكرش في حاجه قد ما بنفكر ان احنا ازاي نبقى كويسين، ازاي عايزين نبقى نجيب ميداليات، ازاي عايزين نرفع علم بلدنا. طبعا كلنا نفسنا في التكريم المعنوي، الناس كلها تعرفنا والناس كلها تشاور ده لعيبه والتكريمات كلها، بس في المجمل احنا نفسنا نعمل حاجه للبلد دي، تمثيل مصر ورفع اسمها في المحفل الدولي او الاولمبي. ده هو ده التارجت عندكم عند كل لعيبه اللي بتلعب الفرديه. هو ده كل التفكير عندنا. بتقعدوا تتكلموا في ده مع بعض، بان انت العاب قوه وواحد تاني جودو وواحد تاني ملاكمه. بالظبط. يعني مثلا انا ممكن اتكلم مع لعيب رفع، مع محمد ايهاب رفع في الحديد، عشان انا عندي جزء من الحديد في اللعبه بتاعتي. بتتكلموا مع بعض؟ بنتكلم ايه اللي عمله، ايه اللي يشتغله، ايه هو بينصحني حاجات. بتوع رفع بتوع الملاكمه جري يجي يتمرنوا التحملات، هم تحس ان الرياضه كلها باب واحد. ما لعبتش ملاكمه مع واحد فيهم؟ لا الملاكمه يعني انت عارف برضه. لا ملاكمه ايه بقى؟ لا بعيد عنه. انا رمح حلو قوي. اخدك رمح في الموضوع. انا حلو قوي رمح، العاب قوه زي الفل. مش حاسس ان السوشيال ميديا فرقت كتير مع العاب الفرديه؟ كتير جدا طبعا، يعني اكتر بالاعلام المصري. السوشيال ميديا اختلفت؟ لا بس برضه الاعلام بدا يعني ياخد باله كتير جدا من اللعيبه بصراحه. احنا واخدين بالنا. بالظبط. كنادي اهلي واخدين بالنا من لعيبتنا. لا هو أكيد. بصراحه بدا يعني بدا اللعيبه بدات تظهر، بدات الناس تعرف اللعيبه، بقى الناس تعرف مين محمد ايهاب، مين كرم جابر، مين ساره سمير، مين الناس دي كلها. بسبب ان هم خلاص بدات الناس تشوف وشهم بقى مألوف. غير السوشيال ميديا برضو الناس بدات تنزل تمرينات، فبداوا يشوفوا نوع التمرين والحاجات الصعبه اللي هم بيعملوها، فالناس تاخد بالها من الحاجات، فبدات تتعرف على اللعبه. وحتى دلوقتي بدات تنتشر الالعاب دي، دلوقتي الالعاب الفرديه بدات تنتشر، بدات قاعده كبيره جدا دلوقتي يعني. طبعا لان اللعبه الفرديه بتبقى بطل لوحده. بالظبط. غير الالعاب الجماعيه ممكن تكون يعني في نص الفريق. بالظبط. هو كان الاول اللي هو لازم يلعب كوره، موهوب يلعب كوره، مش موهوب يلعب كوره. دلوقتي بقى في مجال ان هو يلعب كذا لعبه، وفي الاخر الموهبه بتروح بتفرض نفسها على المجال اللي هو فيه. فعشان كده الحمد لله الرياضه دلوقتي في مصر بدات تطلع لعيبه كتير جدا. شايف ان الرياضه في مصر اختلفت عن زمان شويه؟ انت برضه لعبت في الجيل القديم ودلوقتي بتلعب في العصر اللي هو منفتح تماما في الرياضه. تمام. هو دلوقتي فرقت بكتير بصراحه. زي ما بقول لحضرتك، الاول كان ما تلاقيش مثلا في القرى والمراكز ما تلاقيش مثلا رياضه زي ما السباحه، ما تلاقيش جمباز، ما تلاقيش جودو مثلا. دلوقتي عندنا سباحه. بالزبط. ملاكمه بقى كل حاجه، رفع اثقال، العاب قوه. عندنا كل العاب فرديه في كل حته، في كل حته. دلوقتي الاتحادات بقت بتعمل زي مراكز، والوزاره بدات تعمل مراكز موهوبين، فبدات الناس كلها بقت في الادوات متاحه. يعني انا ايام ما كنت بلعب ما كانش في ادوات متاحه. انا طبعا يعني ما اعرفش انا وقتها كنت هكمل ولا لو ما جاش الاهلي، بس اعتقد ان انا اكيد مش هكمل، ما انا ما اعرفهاش. طب رجعني لورا. تمام. وتعالى قول لي اول يوم لما رحت دخلت بيتك. تمام. قلت لهم انا النادي الاهلي عايزني او انا هلعب في النادي الاهلي، قلت لهم ايه؟ انا عايز اقول لحضرتك ان انا اول ما قلت يا جماعه انا جاي لي عرض كذا كذا وعرض كذا كذا، ابويا قال لي لا روح النادي الاهلي. تاني يوم لقيت ابويا سافر القاهره. سافر فين؟ جه القاهره على طول من الشرقيه. على النادي ولا ايه؟ جه على النادي هنا قابل المدرب وبتاع، قابل كابتن محمد واتكلموا وبتاع.
ولا ليك دعوه بالموضوع خالص؟ هو كنت انا اصلا انت كنت لسه مش بطل. انا ولا ناشئ فلازم ولي الامر. فابويا قال لا انا قلت قال انت عايز ايه؟ قلت له انا اهلي. انا لسه بقول اهلي. كان هو تاني يوم طلع من الشغل وراح على هناك. طلع من الشغل من الزقازيق على هناك على طول. اتكلم مع المدرب وقال لي خلاص انت هتروح النادي الاهلي خلاص. وجه المدرب في كفر صار كابتن احمد كامل قال له كابتن احمد ايهاب هيروح النادي الاهلي. كويس. وبعد كده جيت على النادي الاهلي بقى. الصدمه لما دخلت النادي بقى تهت بقى اللي هو والله تهت اللي هو ايه ده انا جاي هنا بعمل ايه وبتاع. اوقات كده تحس ان انت الحاجه مكان كبير شويه. تفتكر اول يوم دخلت في النادي الاهلي؟ انا بقول لحضرتك اول يوم ده يعني تحس مكان كبير شويه عليك اللي هو ايه ده انت النادي الاهلي بجد والناس رايحه والناس جايه وبتاع. ملعب الكوره ولعيبه الكوره والنجوم. احساس بقى احساس تاني خالص بقى احساس انت في دنيا تانيه خالص بقى. يعني انا فاكر عليا التيشيرت الترنج بتاع النادي الاهلي. انا كنت ماشي في النادي في البلد عندنا فرحان بيه جدا. لو كنت في الصيف كنت هلبسه لو كان في الصيف برضو عادي ما فيش ما كانش في مشكله. ده حلال النادي الاهلي يا جماعه. حرام مش حرام تلبسه. انا بلعب في النادي الاهلي يا جماعه. طب قول لي بقى كفر صقر اللي طلعت نجم كبير زي كابتن ايهاب عبد الرحمن ودلوقتي لما بتخشها وانت بطل العالم. بصراحه هم يعني اللي عندي النهارده بصراحه من يوم ما لعبت من يوم ما بقيت ايهاب عبد الرحمن اللي عندي النهارده حتى الوقف الناس بصراحه يعني كم احترام وكم مقابله وكم ترحاب بشوفه لما بروح في اي مكان. لا مش قادر اقول لحضرتك بامانه يعني. وهم الناس بيشجعوا ابنهم فرحانين بيشجعوا وبدا. وكمان عندنا في كفر صقر كان في لعب قوه من زمان بس كانت مقتصره على المركز. انا مننا من قريه فما كنتش اعرف يعني العب قوه بصراحه. تمام. من فهم لا هم كفر صقر بصراحه لا ناس يعني انا احب اشكرهم كلهم اهلي كفر صقر والقريه عندنا النطورة. احب اشكرهم جدا بصراحه على وقفتهم جنبي ودعمهم الدائم لي على طول. ده بالنسبه لكفر صقر ودعمهم الكبير ليك. لو عايزك توجه كلمه لزمايلك وفي المرحله اللي جايه عشان نحقق ميداليات من العاب القوه في بطوله العالم او الالعاب الفرديه تقول لهم ايه؟ والله انا من ناحيه العاب القوه احنا عندنا كام لعيب. انا ان شاء الله يعني انا متفائل ان هم ربنا يكرمهم في الاولمبيات الجايه دي كلهم حضور قوي جدا ان شاء الله. مين؟ مصطفى الجمل طبعا. ما شاء الله عليه. مصطفى عمرو، محمد مجدي، حسن عبد الجواد، شهاب. الناس دي اعتقد ان هم ان شاء الله رب ان شاء الله هيكون لهم يعني بصمه قويه جدا في الاولمبيات الجايه باذن الله. في الاولمبيات 2020 على طول ان شاء الله. يعني لو مش ميداليات هيبقوا يعني مصطفى الجمل ان شاء الله ميداليه باذن الله يا رب ان شاء الله. يعني يا رب كلهم بالظبط. يعني مصطفى الجمل وحسن عبد الجواد ارقامهم تجيب ميداليه ان شاء الله. لو رموا ارقامهم ان شاء الله يجيبوا ميداليات. مصطفى عمرو لسه لعيب ناشئ هو ومحمد مجدي يعتبروا لسه في البدايات. يعني ارقامهم قويه جدا بالنسبه للموجوده يقدروا ينافسوا من الثمانيه الاوائل. لو ربنا كرمهم حسنوا الرقم بتاعهم ان شاء الله يقدروا يجيبوا ميداليه. انا بقول لهم الناس اتمرنوا. يعني اتمرن اعمل اللي عليك واتمرن بس اتمرن وحط هدف قصادك وتوكل على الله وابدا اشتغل على هدفك. ما تيأسش خالص حتى لو الدنيا كان فيها ايه. انت لو لثانيه بصيت عن الخط خلاص مفيش انتهى الموضوع مفيش نتيجه بالظبط. كلمات اخيره لاسرتك النهارده وانت كابتن ايهاب عبد الرحمن نجمنا الكبير. والله انا عايز اشكر والدي ووالدتي واختي وعيلتي كلها بسبب ان هم السنين اللي فاتت دي كلها يعني هم استحملوني كتير. بالذات ابويا وامي دايما بعيد عنهم خالص. فتره الوقف برضو هم يعني برضو اكتر حاجه كانت بتتعبني لما ابص في عينيهم بصراحه. هم شايفين ان انا ما عملتش حاجه وعارفين ان انا ما عملتش حاجه. وكان في بعض الناس الظلم صعب بالظبط. وكان في بعض الناس بتقول كلام مش حلو على السوشيال ميديا فطبعا كان بوصلهم طبعا بسبب انت عارف حاجه كله دلوقتي على الفيسبوك وبتاع. انا بشكرهم على دعمهم ليا وبشكر اختي طبعا. اختي يعني هي تعتبر توامي بعيدين اكبر مني بس احنا على طول مع بعض على طول على طول. هي شايل همك شايل همي. والله انا تعبتهم كتير جدا والله. حتى يمكن حتى أنا يمكن انا خلاص يعني انا دلوقتي وانا داخل على حياه ثانيه ان شاء الله جواز وكده. حتى خطيبتي برضه نفس القصه تعبها برضه. والله حقيقة هو الرياضه اصل الرياضه انت لازم تركز في مجال صح. فطبعا لازم اوقات ما ينفعش كل شويه. خطيبتك رياضيه ولا من بره الوسط؟ لا بره الوسط الحمد لله. لا عشان البيت بس ما يبقاش ايه رفع اثقال بقى عشان ما تضربش جوه البيت. فانا والله بشكرهم كلهم. بشكر البيت عندي وبشكر خطيبتي وبشكر صحابي كلهم اللي وقفوا جنبك واحد كلهم بلا استثناء واحد ورا واحد واحد ما سابونيش لحظه. ويا رب اكون عند حسن ظنهم واقدر ان انا يعني اعمل الحاجه اللي ترضيهم او على الاقل يخليهم مبسوطين باذن الله. واشكر النادي الاهلي واشكر الاتحاد. كلمه للنادي الاهلي.
بالظبط. انا النادي الاهلي انا مهما اتكلم انا مش هوفي حقه خالص. كميه دعم وكميه حب وكميه يعني دفء في علاقه انت حياتك. انا فعلا ما حسيتش ان انا توقفت اليوم جوه النادي الاهلي حرفيا يعني. دي منظومه النادي الاهلي. انا بقول لحضرتك بامانه انا يمكن بتكلم حضرتك اهو، كنا بنتكلم العميد مرجان واعضاء مجلس اداره كابتن الخطيب وكلهم والمعالي الوزير العامر فهم مش عايز انسى حد، كلهم النادي الاهلي كله حتى باعضائه كمان كل الناس. يعني بامانه حتى بالاعضاء ذات نفسهم انا بشكرهم جدا وجميلهم ده فوق راسي عندي يوم الدين. وان شاء الله يا رب اقدر ان انا افرحهم واكون عند حسن ظنهم ان هم كلهم واقفين جنب النعم المدينه الاولمبيه. وان شاء الله اوعدهم بالميداليه الجايه دي ان شاء الله في الاولمبيات ان شاء الله لو في نصيب باذن الله. ترفع علم مصر بعد كده علم النادي الاهلي على طول ان شاء الله على مصر الاولاني وباذن الله الاولمبيات اللي بعدها ان شاء الله باذن الله. متفائل معاك خير ان شاء الله جميل. بس يا رب طلب مني شخصيا موضوع ايهاب عبد الرحمن ده لازم كلنا نقف معاه، كل مصر لازم لازم نشيل عليه الايقاف. الايقاف ده حاجه مهمه عندنا ابننا وبيلعب وهو حقه ان يترفع عليه ايقاف. خلاص الراجل 16/4 حصل الايقاف وخلاص 16/4 اللي جاي يقدر يتاهل للاولمبيات الجايه. تخيلوا احنا عندنا بطل عشان يرفع ميداليه في الاولمبيات اللي جايه. اعتقد ان كل الدول لازم تقف معايا. سهل جدا عندنا الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي نقدر نتكلم معاه، عندنا ناس كتيره في علاقاتنا سياده الوزير نقدر نتكلم مع كل العالم علشان في الاخر نرفع الايقاف من ايهاب عبد الرحمن عشان ربنا يكرمه باذن الله ويفرحنا زي ما فرحنا قبل كده ان شاء الله يرجع يفرحنا تاني. ميداليه اولمبيه بطل وباذن الله يتفك الايقاف. ان شاء الله ان شاء الله يا كابتن. ايهاب نورتني وشرفتني وسعيد جدا انك معايا. ربنا يخلي حياتك والله انا اسعد والله يا كابتن. ربنا يكرمك باذن الله. ميداليه اولمبيه في طوكيو 2020 ان شاء الله ربنا يخليك. في اخر حلقه بقول بطلنا ايهاب عبد الرحمن محتاج الدعم وانا عارف مصر لما تكون عايزه حاجة